تبعي عبد الرحمن عارض من مراكش. كل سنة كنقوموا بهذه التظاهرة، كنعرضوا فيها منتوجات أصيلة محلية من صنع مغاربة قدامى كتتجلى في التحف والمنتوجات الفضية والمخطوطات ولوحات فنية. إلا أن هذا المعرض نقوم كل سنة بهذه التظاهرة من أجل التعريف بالمنتوج المغربي الأصيل، والزوار تتوافدوا علينا على حساب المنتوجات المعروضة في هذا المعرض، بحيث كل كيلقى الغاية ديالو فيه اللي كتجلى في كما سبق في اللوحات الفنية، في المخطوطات، في المنتوجات الفضية مثل الخناجير والمخطوطات وبعض المسائل القديمة. إلا أن هذا المعرض يشمل كل ما هو قديم وكل ما هو حديث، إلا أن الزائر يختار ضالته. نتمنوا من الزوار يجيو يشوفوا المعرض بكثرة باش يشوفوا المنتوج ويشوفوا الجديد اللي جبناه، وكل سنة راه كنتحفوهم بالجديد وكل ما هو فني في هذا المعرض.